بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكانت بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي. اخدتي لبتخوني. ولا تشوفوه ولا نيلة، انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده. سكر حلوة الدنيا سكر. شرارة. سكر حلوة الدنيا سكر. لا لا لا. ليلى خلي الدنيا جميلة جميلة. الله الله الله، والله الدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه؟ رزلة حلواني. إيه؟ شكلك بتحب يا حلواني. شكلي بحب؟ يا لهوي، ده أنا غرقان في الحب يا أشرف، غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل يا حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ إيه؟ قردة. قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيلة ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني، حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع، انتوا صحابي واخواتي. وبعدين الاستقرار يا جماعة، ولا هعمل في شكلي ولا حاجة. شكلي ونيلة ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك، الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات، هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض، احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي، يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط، شجعوني. صح، فرحك عندي. حبيبي حبيبي، عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالي يا موتو، ثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك، انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب، خروف، اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه، راجل في بيتي دي قصه تانية. وانت عارف ان انا راجل، انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه، يعني سوري يعني. لا 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 لا، مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي يا حلواني؟ لا مش حلواني. مش هي. لا مش هي. لا هي، هي في غيرها في القبيلة. مش هي، اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها، هم أصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت، امشي، روحي قولي لها أنا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي، شكلها هي. طب ممكن أقعد مع أصحابي شوية؟ يلا قوم فين؟ أنا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. أنت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، مفيش حاجه. هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش مزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني.
ممكن اقعد 5 دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دم اخر. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. اتعاقلي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. عم بتهزر يا حلواني؟ دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب، يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا غمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا قوم روحوني. ايه حلواني؟ قوم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، انت بعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حال حب طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني؟ هي دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف بس فعلاً فعلاً قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولاد دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سما ماما ايه ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم بس يا وليه. اثبتي بقى الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اؤمر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدايه؟ بدايه ابن البدايه يعني انت فضائي ابن فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصرف في المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص. ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم في ايه ده؟ انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جنب نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوند، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوند. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. قول لها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير.
هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت هبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حمايل؟ انا ماشي طالع صحراوي. يلا غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الكليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه، انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا، عادي ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي، وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. بنقول ايه امك جت معاه برضه؟ اهلا وسهلا. ابوك ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه يا حبيبي اهلي. مالك متنكه قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخي، استنى يا اخي، لو تكره شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. تخرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعال اقول لك. كومباوند دي انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولية دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماي، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولية. الولية دي انا خايف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر، دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل، هدوم مقطعة. بقول لك يا حماية،
تعال عاوزك، تعال عاوزك. ايوه يا حلواني. تعال ثانيه بس، الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك، الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم، شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ورا 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 ورا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجوله، حلواني يعني ابن النيل، حلواني بنحيي هنا كل جبر في المنطقه. وكهف كهف، وطول ما العجله شغاله الكهف بيجيب رجاله. وبنحيي عروستنا الجميله، فتاه الوادي، فتاه الجبال، فتاه الليل، صاعده الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولية اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هم راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار. يعني طيبين قوي، طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا اما اتقتل في الحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه. ها ها نورت يا عم، نورت. ده مشو بقى التافه بتاع العيله. قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده. ها معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع، بصي. اوعى تكون جايبها لنا هديه بسيطه كده. لا ده كتير قوي. كتير. ليه طلب تاني؟ قمر يا مشو. واحد صاحبي هينحت كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شويه. مرسي. حبيب حبيب، عايزك تقول على الفرح. عقبالك عقبالك. اوجو تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي مخلوق بيضحك على طول، فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل ايه. حاجه ظاهره في الجبل، ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه، تاجر جلود من اللي هو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. دعمت نفسك يا اخي، تشكرين. عقبال ليلتك. الله يخليك. حبيبي وبتسمع على طول، جميل. انت شايفه عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده، يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. بابا ايه؟ يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخلي. بتغني انت يا حبيبي، تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني، عايزه حاجه تاني. يلا غني حبيبي حلواني. تحب حلواني. فاكرين فاكرين ان الجو بتاعنا الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرينها. يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش. أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بينا نمرح.
لا أتخيل حتى الآن أن الكلتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش، إنك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفة. وأنا أتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان إخ في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. أم ميلالو؟ زوز 55. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، إنها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. أتمنى يا عمي فابنتك كالماء والهواء والغليون. أنت جاي تفضحني؟ بقولك إيه، الراجل جاي ناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت، ما أنت؟ مارغريت يا الكونتيسة، أنت لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي، ابنتي. أشرب بيه. أيوة باشا. بقولك ايه، امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم، بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا باشا. طب بقولك ايه، عمر شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان، عمر اقفلوا كوبرا عصر النيل من 3 ل 3 وربع عمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميدو ابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامه. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمه دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده، انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي، سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو، ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ ايوه يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي، يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه، عارف هتشتغل مع مين. تمام ساعتك يا باشا. افرد دارك يا سيادة الأمين. هو اللي تشوفه سيادة. الرجالة اللي معايا تقف ساكتة. حاضر يا باشا. أنت عارف إيه اللي نجاك؟ إيه؟ إن أنت من الصعيد وأنا بحب الصعايدة. رجالة، أقف أنت بقى يا أمين. يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي، قدامي. إيه ياد ده، أنت داخل عليا بالجزمة؟ أنا لابس. إيه لك جزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمة. لا خلاص شلناها. سمعت عني إيه ياض؟ قالوا لي إن أنت مفترق. لا ياض، كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا تعالى عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟
انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا واد سعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي متشاك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه يا واد؟ انا يا مبرشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم والمصحف. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش، ما بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا، وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو، ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا، بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله، قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، مع قدامي. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت، ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت قتل. لما اخلص منها مين اللي كلمك؟ اللي كلمني مساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسه مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسه مارجريتا. قصر الكونتيسه. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا من سرات المجانين؟ لا والله، هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. وقف عادل. وقف عادل. قصر الكونتيسه. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتا يا باشا. كراتا. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي. الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن، وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر. أنا معاكم لإيه؟ للآخر. للآخر. كل حاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شو سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر. العب يا بابا. العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنه. انا معاكم للاخر، انا معاكم للاخر. حلو قوي. حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكه نشل في بلاد دكرور 3 مرات، اخرها على عيد الصغار اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه. انا معاهم للاخر. اما نشوف. ادي الجمل وادي الجمال. تمام سلام. مين الافندي ده؟ ما شاء الله. حلو. اللبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، أنا معاكوا للآخر. ومين اللي قابل المعاد هناك ده لوحده؟ تعالى يا أخويا. تعالى، ده متأثر قوي. شكل القتيل أمه. معلش، هنعرف كل حاجة. هات يا حبيبي هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم. حرز. لكش انت دعوه. وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال. لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. قلت لك تحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا بره. يلا بره. بره بره. انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا بره من الاخر. اشربوا اشربوا. حلو قوي.
أنا الدوق فالكاو زوج الكونتيسة مارجريت. أهلا. وعندي معلومة مهمة أوي يا باشا. أنت عارف إن أنا بطل الجمهورية في حقوق الإنسان ولا لأ؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة، يا إما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة، لأنه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا غرق فيها ايه؟ ماشي، بس أنا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد، أنت بتعمل النهاردة؟ أنت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. أنا دوق محترم يا باشا. أنت مين؟ أنا دوق محترم. أنت لسه مصر إن أنت دوق؟ يا باشا. امسك عواضيع. عيني يابا. امسك عواضيع. عيني يابا. عيني حرامية على دي الكذاب. عيني يابا. إحنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. دي الحقيقة. ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. ايوه. وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ ايوه يا باشا. والنبي ايوه يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا. النبي يا باشا. ثانيه واحده اخلص. انا عندي معلومه تانية مهمه. ايه؟ اخر جمله قالتها له القتيله قبل ما تموت، مش هديك مليم احمر من ثروه جوزي. مليم احمر من ثروه جوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا واد؟ من امبابه يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياده الدوق. قتلت بنتك ليه؟ اه الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. هتلحق. عاملين ايه يا بوريكم؟ عايزين تجننوني. عوضين الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش عوضين تهرب ايه للقتيلة يا هلا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي. ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي. باشا. ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قاطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام. بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا واد؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا واد عوضين. اقدر يا باشا. يقعد في السبيرتو. اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت. يا ابن الهبل ده انا مش هقولك ضوافرك ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيلة يا واد؟ انا حمدي ارزوان صديق العائلة. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغارة. بس الدنيا كانت ضلمة وانا بخاف من الضلمة. ده ذكر يا واد. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا واد؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا. حطوا له منوكير. تمام يا باشا. اقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ وين؟ انت منين يا واد؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها. انا اللي فيها. انا اللي فيها. دوك يا باشا كنت عايز اخدم والله. تخدم؟ انت عايز تجننوني؟ ده انت لهم ابوك اسم. ده انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك انت ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله. شوف انا هشيلك ايه؟ شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب. باشا كلاب. نفسي اعمل فيك حاجه احتكرك فيها يا باشا. قوم يا واد. ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله.
كده القضية اتظبطت 100%. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل ويتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى امضي يا واد، ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان؟ امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100% القضية وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقة، وهوريكم في المحكمة. قشطة. انا بقى هتجنن معاكم. مش انت عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاك 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات، يلا هوبا هوبا الحلوة. بقت طعمة، بقت طعمة، ولا سهر جديد، لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لغايرها. أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة، ولا سهر جديد. احزنوني زي ما بتقولوا، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي سينيور زيك لابسلي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا. قوتنا الحقيقية إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سالمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي، اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، واكني لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف، حاجه زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا أهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده سعد بيه؟ عشان تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟
انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني بصفاء ووفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا اخي. ممكن اتفضل اتفضل اتفضل. تعالى انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. اهربت يا وفاء. غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. صفاء. أنا سعد التالي، أنت مين؟ بقال الله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. احنا لقينا دي بعد الحادثة. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء، كانت ملفوفة فيها وكانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. ها يا صفاء. اهدي يا حبيبتي. أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. ينو أنت واحد نازق. أنا نازق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزه دي؟ انت جاي تعزي في رقاصه؟ دي سمكه، ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدريس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزه؟ لا بسيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليك لابساه، خليك لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا صفاء. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي. المافيا مين يا حبيبتي؟ يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. طبيعي. مش فيك لوحدك. خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. عادت يا طبعا. خلاص يا معلم اشوفك. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مجدوف للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني، مندوب حلقه السمك. حاج مين؟
كنني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صباه في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره مش عايز ولا قطه تخش العزا. اتفضل بره. انا جاي اتعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. فخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، شرفنا يا حاج، تشرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. ايه الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده؟ جايبه يحرق دمي. اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحة ديت والزفرة دي، إذا كان في أباحة ولا زفارة فيهمنك أنت. لا أنا مش هسكت على العيلة دي. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل إيه؟ العيلة دي خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا دول. يا حبيبتي يا صفاء، يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. أنا طبعاً أنا اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. أيوه يا سعد بيه. يلا برا، خد الولادي برا. تعالي هنا. خرجتي إمتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. الله العظيم يا رب يا ناس. يا لهوي يا لهوي. روعة وإحساس. يا حاج مجدي. أيوه يا سعد بيه. شيل. يلا. أصيل يا سعد بيه. ما تحركنيش بإيدي فاضية أبداً. سلام. إيدي يا مدام. خدها بدل ما أطلعها. يلا. صفاقت غالي علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد، كل صيادينها رجاله. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. موجود عندي في المحل. اه بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالإذن يا باشا كده علشان الزبون استعواني. يلا سلام سلام. لا مؤاخذة، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. ده إيه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا أخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوة ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. أشكرك أشكرك. لا والله ده أنا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ أنا حاسس إني بحلم. أنت ما بيجيلكش زباين ولا إيه؟ لا لا، بالنظافة دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشرة؟ ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملاية، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ اه بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع ده. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني. بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست. ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ اوعى تعمل كده. لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني على ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش، هو الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه.
حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. كمل بس المكالمة. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. انا راجل طيب. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى. اتفضل يا باشا. اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا فكك يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا 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 تحت امرك. مع السلامه. بص سلامة. رغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خيبه يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدى اعصابك. يا باشا مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد. اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد. انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة هات الواد البرد ده. ثواني. بسرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم ارجوك انا بتاذي. سوري يعني. ايه يا حبيبي انت؟ اهو مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك، الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك. شعرايا بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هات ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك. سامحني وخلينا أروح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قول لي يا أستاذ.
عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحه، بس انا اسمع كانت ماما تقول لي وانا صغير رحنا جنينه الحيوانات فحضنت غوله، بس انا مش مقتنع بموضوع الغوله ده بصراحه. غوله المكان جنينه الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك اي حاجه غريبه، حاجه عجيبه؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3 4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26 28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحبي اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت، لو خيروك بين حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ اخص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مره انا اكرودي يا محمد. بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري ابوس ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كان فضائي. كان ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، اموروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في إيه؟ انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه، هات ايدك يا كريم، هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني، انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي
انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن اكبش لك كبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول وادي لك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ اه زي خروج. ايه اللي زي خروج يا عتريس؟ هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود يا نهار. اوعى يا بنت. لا لا، واحده 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 واحده. شعر صدري راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولاد بلدي يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. يا خسارتك يا خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحة أحسن، ده كان أوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم أصحى أسرح شعري وأسرح شعر صدري. كنت بكسف أنزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بلا زفت. أيمن الفل يا جميل. ورايا بدرية. الله، مش هتحقني على تيفا حبيبك يا بدرية؟ حبيبك هيكم. لا ده كده كتير يا بدرية، بقالك فترة قافلة مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه، بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفة انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمة غلط الكلام ده. في الكوسة، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدرية. لا مدمن، مدمن فول حراتي وكل الناس عارفة، واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واصحي لنفسك يا بدريه، اصحي وفوقي. ها؟ وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حرياتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. شو اللي ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب؟ ايه ده ايه ده؟ الحقيني فولاه يا بدريه، الحقيني فولاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفولاه فيها 3 حبايات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسه بجانب نشاط التجاره في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمه ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. إيه خطوة عزيزة دي؟ جاي لك من بورسعيد أنا ولا ضيف أنا في المؤسسة يا حاج أحمد؟ أنت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟
لا لا مش زرزر ولا مش متزرزر واتكلم معايا يا عادل. انا اخوك الكبير ما تنفيش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانيه واحده اقعدوا. انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد بابا اسمها الست بابا بدريه دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين ايه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضو يرد عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن عايزك في كلمتين. إيه يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله. اهدى يا حاج. ايه هو ما اهداش انا اخوك وربنا كله وابنك يا محمد. خلاص يا حاج هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج. انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي. بديله بالبوكس وبيزل دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج. هضربكوا كلكم. يا حاج مش كده. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه اضحك عليا اضحك عليا. اتفضل يا حاج اتفضل. ماشي 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 ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه. انت سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ اعوذ بالله يا حاج ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. الف مبروك. بقول لك معكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج. ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت. ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانية يا حاج معرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شويه حشيش كده حشائش. لا 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 ده بيتعبني. التاني فيه مدغ. انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح كنت شحات ومش لاقي تاكل ونضفناك ودخلناك العيله. فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. اه يا حاج اهو ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها انت شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس ايه يا حاج اعوذ بالله. ما علينا. انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج من غير ما نستورده احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس. اه براحتك يا حاج. اهو كالاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكالاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هذبحك.
انا بقالي 27 سنة بكتب دراسة جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقلة نوعية. أمر يا حج، يعني ايه نقلة نوعية يا حج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقلة نوعية لشركاتنا، وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شاف علبة كبريت دي؟ دي علبة كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي. في العلبة دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع عود تحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مرة. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربية بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولية كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهاردة، كده مش هينفع. طب شوف لي حبة ترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي، وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي، يا تخينة فشلة. سلام يا حاج. يا تخينة فشلة، يا تخينة فشلة اللي جوزناك اختي في 60 داهية. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خدها الواد التخين ومشي وسابني. من هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا، مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة، وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، انه كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبولة بتاعت القهوة، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوة. اتفضلوا. يا مرديان يا عيلة الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكوا تاني. بس اتعب دريا. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد مجراتهم. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرائد. انا مش فايق لك يا بدرية. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو انت ايه يا راجل؟ جبلة؟ انت جبلة؟ انت جبلة؟ يا توفيق ناس عايزة فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية. كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدرية، بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. يا نهار اسود، إلهي يا راجل تخسر ما تربح. إلهي ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب وريني في يوم. إله يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه ولا إلهي ولا حبايب.
بركة توفيق. يا ليجا خط ولا ايه؟ مش عارف انت مصيبه دي؟ دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصت؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا ايه؟ ايه؟ اقول لك اهو ايه؟ فول حريتي فول حريتي فول حريتي. لا اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ فول حريتي فول اعمل لك سنة شايل لك واحده شايل لك واحده اهي 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 كلها خلاص ما بيعملش حاجه انت مت طب ايه دي عليا وعلى السيد معتبه كتير كتير شو يعني مليونير حبيبي انت بتاخد العقل احلى شيء بحياتي وفي عيوني انت لكن قولي لي مين بده يدفع حساب الغدا انا على الحميد المجيد اكيد خطيبه لصاحبتي شيرين أوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فعال دايما حرشتيني دايما حرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد بيقول لي لا 2.8 أحلى بصير مثل الفور ويل هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب بفقع بفقع دخيلك ها شيرين أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم قيمهم على اخلاقهم ولا اخلاق ولا بتاع انا بقيم بالعربيات اقل من بورش ما بقعدش انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها انت عارفه انا دفعت فيها كام اوف صرت عارفه قلت لي اياها 500 مره لك حبيبي روبر رفيقتي من عيلة كتير كبيرة هاي 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 بس أكيد مش أغنى من عيلتي أنا مش عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه دي مليانة ما شاء الله هاتي يا بنت هاتي هاتي أنت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطة تعال ما نشوف صحابي هاي بونجور هاي حياتي كيفك سبا الحمد لله هاي كيفك هاي بحب أعرفكم هيدا عمر خطيبي وهيدا تامر خطيبة لشيرين ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت وغني غني موت وغني غني موت وكتير مهضوم أهلين نايس تو ميت يو مستر تامر أهلاً حبيبي أهلاً 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 طبعاً عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير 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 أهلاً حبيبي أهلاً تشرفنا أهلاً وسهلاً ايه ده سبحان الله لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول وريني وريني يلا يلا هو يخرب بيتك عمر عجرم اخبارك ايه يا خبر تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك وينك يا راجل ايه يا معلم السبرسجي ايه انت لسه فاكر انسى بقى الكلام الفاضي ده انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات شو عائلة هيدي اوطى عائلة بمصر شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله انت اخبارك ايه واخبار عيلتك لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه معفن شو معفن انا دكتور يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون اهلا 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 الله يزيدك الله يخليك شو اخبار الحاجه خرجت من السجن حبيبي حاجه ايه وبتاع ايه هقوم لك تاني يعني ما انا كنت لسه عندك تعالى ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه انسى بقى انسى الموضوع اختلف تقدر تقول انت محتاج فلوس عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبه لك يبقى مش عارفهم كام خدي احنا اتشرفنا يا انس هيدي لالي طبعا ميرسي شيرين اهلا 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 يا شيرين مش معقول احلى حاجه حصلت النهارده عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنه الله يديم المصاري قصدي الله يديم المحبه صدقيني يا بودي تامر من اوفى الاصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك حبيبي حبيبي على فكره احنا لازم نخرج كتير رش انا سلمت كتير رش رش سكتي ايدين الناس ما اعرفش غسلينها ولا لا حاجه صعبه قوي احنا ما بنشوفش حاجه ليه يا متر متر اهلا اهلا نور يا عمور اهلا وسهلا فيك مسيو تامر اهلا اهلا عن جد بيروت نورت كتير منوره باهلها اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي يلا باي 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 يا جماعه احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي شكلك بتحب الفلوس ابدا فعلا طب هاتي لنا دي تومي نعم اوكي بهزر بهزر انا كمان هاي شيرين هاي عمر اللي هو كيفك؟ ماشي الحال المفروض يقول منيح كلبناني يعني ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا
عمر ايه ونيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك انت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسة كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي. يعني سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين؟ توصف في الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ تحسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبي، انت مش جعانة صحيح؟ انت عارفة كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ اه فين الشوربه؟ انت مستهبس، روح هات الشوربه. معقول حد يموت عليا هون؟ بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما قلنا يعني نحن عندي بقى كتير رومانسيين. اه كتير حلوة. اه انا بدي اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. بتعرف ان انا مستحيل تغرق؟ بتتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن أربع مرات في السنة. طب خلاص، هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البنت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. والد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيني رياضة وريني تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده لا. انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة يعني. النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبية. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي. اللي أنتم منها طبعاً. هبتدي أكون رجل محترم. وبالتالي هكون في بيتي محترم. بيتي هيبقى لي تقاليد. ما عنديش زيارات. مش عايز حد فيكم يتكلم في تليفون لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. في قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجات، هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عاجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل.
سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته عنده مشكل كتير كبير كنت عم بحل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك؟ لا ما فيش حاجه انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه ده انا اعمل لك بطيخ احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي اعمل لي مس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعه بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه وانا يا دلي يا دلي على هالدرج نطت نطيت شو هالمسحه وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي يلا حبيبي رح اشتاق لك كثير كثير وانا كمان لا مش حنبوس حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب بوبي ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتك. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك؟ بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزنتاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي عم بحل له المشكل ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالا جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. جابت شيء تعسيب. ايه. ايه سهيب. وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيلي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد والله مشتاقين كتير. بعرف وانا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي بوبي بوبي؟ ما في عندك غير بوبي. دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني. انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه. اخدك افسحك يومين في اي حته وامري. ايه هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بتخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت. انا شريف الاشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي. انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف كانت خاينة. راجل طالع راجل نازل مش مداني وجودهم. اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية أونطة. النجم محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي للاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله.
محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو ان نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، حقيقي يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا، ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، وعروض خاصة جدا جدا. والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. ايوه يا استاذ يوسف. استاذ بقفل. يوسف معاطي، المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه شرطه اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده؟ كلم النقابه. امشي. ايه ده يا فندم؟ في ايه يا فندم؟ مش فاهم حاجه. بعدين امشي. انا هرست يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي، يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين على ايه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش ما حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي؟ طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. بص ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا أنا مظلوم، أنا بريء. عم حسن حسني؟ طبعاً يا ريس، ما أنت ما شاء الله عملت أجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر أبيض، الأستاذ غسان مطر. سلامتك يا أستاذ غسان. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا ريس، أنا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم أمير البحار. الله، يا
يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضية كافتيريا؟ كافتيريا، قضية كافتيريا. كنت أعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. أسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاتة بالبندق وأجوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي إيه ده؟ إيه ده؟ دي أموال الدولة. وأنت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة. الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان، يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل خد. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. هنيدي، سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا بفنان. الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا ازاي؟ اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله خليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط! هنستعبط من أولها! يا فندم مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي معرفتش واحد اسمه شعبان. أخ منكم أنتوا يا فنانين، أخ! هتكذب عليا! عايز تفهمني إنك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لأن واضح إن حضرتك عندك معلومات شخصية عني أكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، ولا أقول كمان؟ أيوة فندم، شعبان مبروك أبو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وأنا مثلتها. إيه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج أنا، ساذج عشان أصدقك وأكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده، بس بصراحة يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده أوفر كده. ده يعني في إيه؟ أنا مثلت شخصية، إيه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ أشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان أشتغلك. يا فندم العفو، أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا تحت أمر حضرتك. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ تقديمك للشخصية دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف إن ده مش قراري أنا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مقاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك.
يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس إن كده في تقل، في مشاكل يعني حاصلة بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني إن أنا حتى رفضت الفيلم الأخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك أبو يحيى ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معايا يعني، فالحمد لله يعني. بصراحة أنا حتى كمان قابلت النجمة محمد هنيدي وقلت له وحذرته كمان، قلت له اوعى إياك والأجزاء، لأن الأجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الإذاعة، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا، وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلمية للداري لكده النسا، لا فكرة بجد سيئة جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفاية ولا نقول كمان؟ لا كفاية يا فندم، رغم اللي أنا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للإدانة. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفله الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك، انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري، لا مفيش حاجة، أنا عايز أروح بعد إذن حضرتك، أنا واضح إن أنا مجهد. شكرا على كل حاجة. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصة سعيدة يا فندم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكراً. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب ما فيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم، أنا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، أرجوك أرجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء.